انجز يا بنت. انجز ايه؟ تلحقي تقعدي. طيب انت وحشتيني، وحشتني عادتك. خلصني يا صلاح. طب نجيبي 2 شربات كده عشان الاتفاق. هو انت فاكر انا جايه هنا عشان اتفق معاك؟ انا جايه هنا عشان اخلص معاك كل حاجه، عشان زهقت. والله العظيم انا زهقت اكتر منك، عايز اخلص. اوعى تكون فاكر اني خايفه منك. الفلوس اللي خدتها زمان منك مش بتاعتك، ومش هتعرف تعمل معايا اي حاجه. لا ده انا عارف اعمل واعمل واعمل. انا عارفه انك انت فنجري بق كلامه بس. هتروح تقول لهم ايه؟ ها هتقول لهم ان هي خدت الفلوس اللي انا سرقتها في الاساس؟ عارف انت ايه اللي مجننك؟ ان محدش عارف عني اي حاجه. انت نفسك اللي قلت كده. تاخد كام وتخلص موضوع ملك؟ كله بعينك. بعيني يا بنتي؟ تحترمي نفسك بقى. بديهم لك بالك قد ايه وكسبت منهم قد ايه؟ طب كسبيني معاكي، ما تدينيش كل المكسب. حاجة مليون كويس يا بنتي. مليون ايه؟ ده مديهم لك من كام سنة دولار، تاني يوم ضرب الضعف، كان ب8 بقى ب16. أنا عايز 3 مليون. 3 مليون عفريت يركبوك؟ تفكري في الفضيحة، فضيحة أختك وفضيحتك وفضيحة جوزك. الجلسة قربت وأنت عارفة إن أنا الوحيد اللي أقدر أخلصها لك وأخلي الواد ابن مصطفى. لا وممكن أحبسه لك رد شرف كمان وأبدل الموضوع من فضيحة لأختك لأشرب بنت في مصر. ايه اللي ضمني لما تاخد الفلوس ما تغدرش بيا؟ مفيش بينا ضمانات يا سوسو. هو انا لما اديتك الفلوس زمان كان في ضمان؟ سيبني افكر، اديني وقت. ماشي قدامك يومين. انت بتستعبط، انت فاكرني ايه؟ بذبحهم؟ قضيه قربت وانت اكيد ست العارفين، يعني كل ما بتقرب كل ما الريسك هيزيد. خلينا نخلص. تجيب لي الشربات؟ هتصرف. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.